هل تعلم ان اكتر من ربع ميداليات مصر في الاولمبياد عن طريق لعبة رفع الاثقال، تحديدا 37% بعد ما نجح ابطال مصر في اللعبة تحقيق 14 ميدالية من اصل 38؟ كمان اخر 15 ميدالية حققتهم مصر بشكل عام في الاولمبياد، 5 منهم كانوا لرفع الاثقال في اثبات على التفوق في اللعبة. اخر 3 نسخ من الاولمبياد قبل طوكيو حققت مصر 5 ميداليات في رفع الاثقال، لكن تم حرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب إيقاف الاتحاد المصري بسبب المنشطات. ودلوقتي في باريس 2024 هترجع مصر عشان تشارك في رياضة رفع الأثقال بصورة طبيعية، وفي آخر مرة شاركنا في رفع الأثقال حققت مصر برونزيتين عن طريق محمد إيهاب وسارة سمير، وبعد 8 سنين هترجع سارة سمير للمنافسة من جديد مع 4 أبطال تانيين على أمل التتويج بذهبية المرة دي.